للمزيد ينضم معنا السيد عبد السلام برواري، أستاذ العلوم السياسية من أربيل. أهلا ومرحبا بك سيد عبد السلام. بداية، كيف تقرأ معطيات ما يجري الآن في العراق؟ هل الأمور مرشحة فعلا لإيجاد حل؟ نعم، تحية لك. مساء الخير. مساء النور. الحقيقة إذا تتبعنا ما يُنشر من تصريحات واللغة التي يتحدث بها حتى السيد العبادي أو تصريحات يعني المرء لا يمكنه أن يكون لديه أمل، لأنها كلها تصعيد وتحشيد وتخوين وإلى آخره. ولكن أنا أعتقد الظروف تغيرت. يعني بعد المقاومة التي أبداها البيتمركة في ثلاثة مواقع، الآن المتابع لما يجري في الولايات المتحدة يعلم أن الأمريكان عرفوا بأنهم قد أخطأوا عندما كانوا يعتقدون بأن دعم حكومة قوية في بغداد سيقلل من النفوذ الإيراني. الآن اتضح العكس. لذلك حتى قرار المحكمة الدستورية الذي يقول ليس بالإمكان اعتبار استفتاء غير دستوري، يراه البعض انه تمهيد لكي يعني يحفظ ماء الوجه لدى الحكومه العراقيه التي كانت تصر على الغاء الاستفتاء، والالغاء شيء غير منطقي. يعني انا لا يمكن ان الغي ما حدث، كيف الغي شروق الشمس يوم امس؟ لذلك يعني ما يجري في تصوري هو مخالف لما يقال وما يعلن عنه، ولا طريقه هناك الا التفاوض. حتى لو لا سمح الله جرت حرب كاملة أيضا، ماذا سيحدث في النهاية؟ يعني لا يمكن لهم أن يحملونا من هذه المنطقة ويضعونا في مكان آخر. في النهاية يجب أن يكون هناك تفاوض. طيب، يعني أمام هذا الفشل أو التراجع على المستوى الكردي لصالح بغداد، هل كانت الطبقة السياسية داخل كردستان جاهزة لتأسيس دولة مستقلة كما تحلم؟ يعني الأمور لا تقاس بنتائجها في الحقيقة. منذ 10 سنوات والكل يقول أن كردستان تتمتع بمقومات دولة أكثر ما تتمتع به حتى دول خائمة. يعني اقتصاد مزدهر، وعي، ثقافة، يعني تعايش مع بعض. الناس كانوا يقولون أنها تكاد تكون الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وإلى آخره. لذلك الآن ما جرى وحصل ما حصل، أنا أعتقد من المجحف أن نبدأ الآن ونقول لأن الاستفتاء أسفر عن هذا ما أسفر عليه، هذا يعني أن الكل لم يكونوا مؤهلين إلى آخره. يعني الكثير يلعب على ورقة الاختلافات السياسية. أنا أتصور لا يوجد مجتمع في الدنيا ليس فيه اختلافات. اي مجتمع من الخلافات؟ اصلا بروز الخلافات في كردستان علنيه هي نقطه ايجابيه تحسب لصالحنا، لان فقط في المجتمعات القمعيه لا يسمح بالمعارضين بالتكلم. لذلك لم يتغير شيء. يعني الان اذا اعدنا التجربه واعلنت الدوله انا لكن دكتور عبد السلام، ما حصل في كردستان بعد الاستفتاء لم يثبت وجود خلافات فقط، بل اثبت وجود انقسامات داخل البيت الكردي. واذا يعني ليست هناك انقسامات بين الدول العربيه التي تخون الاخرى الواحده الاخرى ثم يتباوسون؟ يعني ليس هناك انقسامات في المانيا وهذا الصراع السياسي؟ في ما حدث في كردستان هو ان فئه سماها السيد كثرت رسول الرجل الاول الان عمليا في الاتحاد الوطني، قال فئه من مراهقي السياسه وبالتعاون مع ايران، وهذا لا يمكن انكاره. الامريكان شعروا بذلك. اليوم هناك ضغط شديد على اداره ترامب لانهم يقولون ارسلنا اسلحه امريكيه الان يرفع عليها علم الحشد، والحشد يعتبر طيب جزء. بذكر ترامب، ما يعني الى اي مدى تعولون عليها على الولايات المتحده الامريكيه وعليه؟ وما الذي دفع ترامب وادارته لاعاده حساباتهم تجاه البرزاني والدخول لرعايه الحوار ما بين اطراف الازمه؟ يعني اولا الامريكان اعتقد كما قلت انا اشرت بنوا سياستهم في العراق على فرضيه خاطئه جدا. اليوم ترتفع اصوات في امريكا تقول هذا الفرضيه خاطئه. كانوا يعتبرون وجود قوة حكومة قوية سيحد من نفوذ إيران، وأي تحرك يضعف هذه الحكومة لم يكونوا معه حتى لو كانوا الكرد. الآن بعد أن دخل الإيرانيون بالمكشوف اكتشفوا أنهم في الحقيقة ما هدوا فريق بإيران وغيروا موقفهم.
نحن لا نعتمد على هذا أو ذاك، نحن تعلمنا منذ 75 درسا وهو أن السياسة هي مصالح وهي رؤية مختلفة، لكن نعتقد أن قضيتنا صحيحة، نحن لم نرتكب جريمة، نحن أبنينا الرأي حول موضوع وإبداء الرأي حول الموضوع ليس جريمة. أستاذ العلوم السياسية من أربيل الدكتور عبد السلام برواري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.